يا الله، هيك الحياة ما أحلاها. شوفي شوفي الشوارع شلون فاضية، هدوء ورواق، والعالم صارت واي وتخاف على بعضها. يا الله ما أحلى الحياة هيك، كتير جميلة. لك حتى بخش القفل، ثقب الأوزون، شوفي شوفي سكر، ايه تخيلي. والطبيعة كتير مرتاحة وعم تتنفس. ايه لك حتى السحابة السوداء اللي كانت تطلع فوق الغيوم راحت، وما عاد في أزمة بين الطبقات، كلنا بهالأزمة سوا. ايه والله، لك شوفي شوفي العالم عم تغني على البرندات، ياخ ما أحلاها. ايه والله الولاد كتير مبسوطين، قال ما عاد في مدارس هلا. ايه لك وصار في وقت الواحد يتثقف، يقرا، يحضر افلام، والعالم كل حدا عم يكتشف موارده، هادي عم يغني، هادي عم يرقص، هادي عم يطبخ شغله. ايوه شوفي شوفي الشارع فاضي، ما في حدا، بخوف مثل مدينة الأشباح. العالم عم تحكي بنظرية المؤامرة وعم تقول إنه ما في مرض وكلهم طالعين سيارين. هي لسه ما حكينا عن النساء، نساء المعنفين اللي قاعدين ببيوتهم مو قادرين يطلعوا، مضطرين يسكتوا ويعيشوا مع المعنفين تبعهم. والله العالم اختنقت، والاكتئاب كل ماله عم يزيد. لسا العالم حيواجه كتير مشاكل بعد ما تخلص هاي الأزمة. لسا بس يرجعوا على الحياة الطبيعية حيواجهوا صدمات، الولاد ما عم يدرسوا، الجامعات وقفت، ومستقبل كتير أشخاص هلأ صار بخطر بسبب هذا الحجر. وبتقليلي غني وفقير سوا؟ لا مالهم سوا، الفقير ماله حدا، الفقير اللي بيشتغل بيومه واللي ما عم يقدر يطلع ليشتغل، مين له هاد؟ مين بيعوضه؟ والأكل كل الناس عم تاكل، بكرة بس تخلص هالأزمة لحق على كروش. هذا كله بكفة، شوفي الفيسبوك والإنستغرام كفة على تحديات وتفاهات وصور مثالية وذكريات من سفرات سابقة وحنين للماضي. لسا ما حكينا عن مشكلة الأزمة الإنتاجية، بتلاقي ناس عم يشوفوا الناس تانيين عم يعملوا كل شي وهن مو قادرين يعملوا شي. ايه والله، ايه والله، شو نعمل يعني؟ تعال زد حالنا. حجر الصحي اساسي وواجب، بس كون واعي على حالك وعلى اللي حواليك. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, I see la vie en rose.